واخوك كيف علاقتك معه؟ توترت شوي وقت قصة ربا، بس هلا صارت احسن بكثير. بتعرفي انت واخوكي مثل انا واختي سهام، صبي وبنت. ان شاء الله بتلاقوها يا رب. ان شاء الله يا رب. على فكره العيال الصغيره احلى من العيال الكبيره، لانه العيال الكبيره دائما عجقه وعالم وناس وبلا بلا وشو بيعرف في 100 قصه وقصه. انا لما بدي اتزوج بدي اعمل عيله كبيره، يعني اقل شيء صبيان وبنتين. وليه على قامتي الله يعين مرتك؟ ليش؟ انا بطبخ لها وهي بتربي الاولاد. اني يالا اذا هيك لك. اصلا انا بس اتزوج بدي اتزوج واحد بيعرف يشتغل معي بالبيت. ايه طبعا اكيد، لانك دلوله وما بتعرفي تعملي شيء. مزبوط على فكره. مرحبا. 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 اخي سعيد معيد معي بالجامعة. اهلا وسهلا. اهلين سعيد. عم يساعدني بحلقة البحث على فكرة. والله. عم تساعدنا ندوش بحلقة البحث. ايه. الله يعينك على هالعلقة لك. وانا قلت له هيك على فكرة. لا لا نادية ما في منها، بتقطع الطاير. يلا فرصة سعيدة. بما انك عم تساعد ندوش بحلقة البحث فلازم نقعد انا وياك نتعرف على بعض ما. أكيد أكيد. أنت كل رفقاتك هيك شغل علم وثقافة؟ لا بالعكس، عم يساعدني. عم يساعدك؟ طيب هو معيد عندكم بالفرع ما؟ ما شو اسمه الكامل؟ تصدق إنه ما بعرف. طبعاً بصدق لأنك جدوبة. إيه جدوبة وبدي روح. باي. أنا هلا طالعة، جهزي لي حالك، بجوز بكره الصبح نشد ونطلع على بيروت دغري. الله يخليكي خليني أبقى عندك هون، مستعدة أعمل أي شيء بدك إياه، المهم ما أطلع على بيروت بترجاكي. والله هذا يا بدرية راجع لإلك، قد إيه حابة تشغلي لي هالمخ وتتجاوبي معي. شو بعمل أي شيء بدك إياه، المهم ما أطلع على بيروت. خلص نحكي بعدين معناها، أنا هلا مستعجلة. باي. باي. الو اني بال كيفك؟ لحظة عم بزمر الجوال. بده شحن نص ساعة وبرجع بحكي معك. يلا باي باي.